ونتحدث عن أجواء الأسواق المالية العالمية مع سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروبس. نبدأ معك من أسواق الأسهم الأمريكية التي تعرضت لضغوط في الجلسة الماضية. إلى أي مدى الأخبار المتعلقة بشركة جونسون أند جونسون وإيقافها بشكل مؤقت التجارب على لقاحها وإلي ليلي أيضا وموضوع إيقاف التجارب المتعلقة بدواء يعالج من خلال استخدام الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة، إلى أي مدى هذه الأخبار أثرت على معنويات المستثمرين وبررت التراجعات التي شهدناها في الجلسة الماضية؟ بالفعل كما تفضلت فقد عانت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس من اتجاهات هابطة وانخفاض، وكان هذا الانخفاض سريع. وبالرجوع للأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، أبدأ أولا بالفعل إلى إيقاف التجارب على اللقاح وأيضا المشاكل التي واجهها العقار الذي يتم من خلاله معالجة فيروس كوفيد 19. لكن أضيف على كل ذلك هو حصول مستجدات، هذه المستجدات متعلقة بحزم التحفيز والتي بددت بشكل شبه قاطع التوصل لاتفاق تجاه حزمة تحفيزية في الولايات المتحدة في مبلغ 1.8 تريليون أو حتى 2.2 تريليون دولار. فعلى ما يبدو بالفعل الحكومة الأمريكية تتوجه نحو خطة تحفيز، لكن هذه الخطط التحفيزية أصغر كثيرا، ويجول النقاش حاليا على خطة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار فقط. وهذا كما أشرنا سابقا بأن التوقعات تشير إلى احتمالية إيجاد خطط تحفيز لكنها ليست ضخمة وموجهة إلى قطاعات محددة في الاقتصاد الأمريكي. كل هذه الأسباب اجتمعت مع بعضها البعض لتتسبب بالانخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، فرغم أن شاهدنا العديد من بيانات الشركات التي استطيع اعتبارها إيجابية نوعا ما، فرغم البيانات التي صدرت من سيتي جروب على سبيل المثال بأنها أقل من نتائج أعمال العام الماضي بالنسبة للربع الثالث لهذه السنة، لكنها أيضا فاقت التوقعات، وهذا ينطبق أيضا على جي بي مورغان. وكل هذه الأخبار تم تجاهلها، وانتبه المتداولون الآن إلى موضوع فشل أو القلق تجاه إقرار لقاح قريب لفيروس كورونا وأيضا المشاكل التي واجهها اللقاح، وأضيف عليها أيضا ذلك التوتر السياسي الذي سبب تأخر في احتمالية وضع خطة تحفيزية كبيرة للاقتصاد الأمريكي. فالانخفاض الذي حصل أعتبره مبرر بعض الشيء، لكنه أيضا ما زال محدود نسبيا لو تمت مقارنته في الاتجاهات الصاعدة القوية التي شهدتها مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الفترة الماضية. وبالتالي باعتقاد بأن هذا الانخفاض قد يكون مؤقت، ومع أي أنباء إيجابية تجاه خطة تحفيز قادمة للاقتصاد الأمريكي فربما تعود مؤشرات الارتفاع وتعويض الخسائر التي تعرضت لها يوم أمس. نعم سركيس، أيضا اليوم عم نتابع بيانات أسعار المنتجين من أمريكا، يعني قد إيه هذه البيانات سيكون لها أثر اليوم على الأسواق وما أهميتها اليوم بهذا التوقيت؟ نعم، بالنسبة لبيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI، هذه البيانات ربما سيكون تأثيرها محدود نوعا ما على المدى القصير على الأسواق المالية، لكن هذه البيانات أعتبرها من البيانات المفضلة للاقتصاديين لأنها بيانات تقدم نظرة مستقبلية على المدى المتوسط والطويل بالنسبة للنمو الاقتصادي. ورغم أن هذه البيانات تعتبر بيانات تضخمية لارتباطها بأسعار المنتجين، لكن أيضا عبر التاريخ وفي عدة مناسبات شهدنا أن تحرك هذه البيانات بين ارتفاع وانخفاض تبعه خلال فترة ما بين شهرين إلى 6 أشهر تحرك الناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال في عام 2015 عندما بدأت مؤشرات أسعار المنتجين بالانخفاض، بدأ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بالانخفاض بعدها ببضعة أشهر، وهذا ما حصل أيضا خلال عام 2019 في بدايته وقبل أيضا دخول الركود الاقتصادي الأسوأ في الاقتصاد العالمي والأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية خلال العام 2020، حيث بدأت بيانات مؤشر أسعار المنتجين بإظهار قيم سالبة. لذلك بالنسبة لبيانات هذا اليوم، رغم اعتقادي بأن تأثيرها قد يكون محدود على الأسواق المالية وتشير توقعاتها لاحتمال ارتفاع الأسعار بواقع 0.2%، لكن إن جاءت البيانات بأقل من التوقعات هنا يجب أن نقلق على قوة التعافي الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي، حيث أننا حاليا نشهد مرحلة ليس من التعافي التام لكن محاولة لتعويض الانكماشات الكبيرة التي حصلت خلال الربع الثاني من هذه السنة. وبيانات اليوم باعتقادي ستكون أحد المؤشرات الرائدة والمتقدمة التي ستدل على وضع الاقتصاد الأمريكي. أما لو أردنا ما هو المؤثرات الأساسية في الأسواق المالية، إن كانت كتحركات دولار أمريكي
أمريكي أو أسهم أو غيرها من الأدوات، فربما يجب أن نراقب أيضا بيانات الشركات التي تصدر والتي منها أيضا من قطاع البنوك هذا اليوم، إلى جانب أي مستجدات بخصوص العقارات واللقاحات بالنسبة لفيروس كوفيد 19 وأي تصريحات متعلقة بخطة تحفيزية تم الحديث عنها في مجلس الشيوخ حول خطة ب 500 مليار دولار. هذه الظروف قد تكون هي المؤثرة، لكن مرة أخرى أؤكد بأن بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI تهم الاقتصاديين في متابعة التعافي الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي. نعم. طيب سؤال أخير سركيس بشأن أسعار النفط، هل تعتقد بأنه مع المستويات الحالية التي نتداولها للنفط وصلنا للقاع خلال 9 أو 10 أشهر الماضية؟ إلى أي مدى تعتقد بأنه لم يعد هناك أخبار جديدة يتم تسعيرها في النفط؟ بالفعل هنالك الكثير من الأمور المتضاربة، بداية مع عودة القلق من انتشار فيروس كوفيد 19، فعدد الحالات حول العالم وفي عديد من الدول يرتفع بقوة، ورغم أن هنالك اعتقاد سائد بأن الدول لن تتجه لإجراء حجر أو إغلاقات تامة للاقتصاد كما شهدنا خلال شهر 3 و4 الماضيين من عام 2020، لكن في نفس الوقت الانتشار الكبير لفيروس كوفيد 19 يحد من الطلب على النفط، وتقرير منظمة أوبك يوم أمس الذي أشار لتوقعات انخفاض الطلب العالمي بواقع 9.5 مليون برميل بالنسبة لتوقعات هذه السنة من مستويات العام الماضي، والتي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كانت حوالي 100.1 مليون برميل يوميا، فهذا الانخفاض يعتبر انخفاض كبير للطلب العالمي، لكن ماذا يقابله؟ الآن انخفاض الأسعار لمستويات حول $40 أو أحيانا ما دونها بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف يعثر الإنتاجية في شركات النفط الصقري في الولايات المتحدة، وهذا ما يبقي على بعض التعادل. وأضيف على ذلك أيضا بأن تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء يوم أمس والذي أشار إلى انكماش أقل مما كان متوقع سابقا في الاقتصاد العالمي خفف قليلا من توقعات منظمة أوبك الجديدة بانخفاض الطلب العالمي على النفط، وهذا ما قد يبقي على تحركات الأسعار ضمن نطاقات ضيقة. إن كنا نتحدث عن النفط الأمريكي الخفيف فبين $37 و$42 قد تكون هي المستويات الحيادية الحالية. نعم، نشكرك سركيس جبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.